السجن يصير به حريق، هو السجن هو عبارة عن حياطين وكرابي حديد، شنو هو اللي يحترق به؟ تماس كهربائي، أصلا واير قوي مال كهرباء ما يخلوا لهم، زين؟ لأن يعرفون واحد مسجين عنده حالة نفسية ينتحر، هذه ما يوفروا لهم هيك شغلات. هذا حكي هاي هيك بدعة من عندهم مال تماس كهرباء، ماكو هيك شيء. صار شهر كامل عدة إطلاق سراح. زين إطلاق سراح ليش مكلبين به؟ عندهم شغل به؟ زين اليوم ثنيًا هم ما عدى اليوم الثنيًا، خابرنا يوم الخميس قال اليوم الثنيًا انتهى شغلتنا نطلع. زين هي فعلة فاعل، زين ليش؟ ايش معنى بس التيار الصدر القاطع، التيار الصدر هو اللي انضرب، ليش؟ ايش معنى؟ يعني ليش؟ وليش مال اطلاق سراح بالذات؟ ليش؟ لان اكو قياديين هناك، قيادات من التيار الصدري فعلوا هاي فعلتهم على اساس ما يطلعون برا، ليش؟ لان يضايقونهم اذا طلعوا برا. قبل ثلاث ايام الكهرباء طاقه، وصار ثلاث ايام كهرباء ما عندهم. انا عندي واحد من الولد هناك حرس. زين صار ثلاث ايام كهرباء ما عندهم، بس هاي فعلة فاعل. يعني واير مال الكهرباء يوقع بنقله كامله؟ وهاي العالم الابرياء اللي بس بالانتخابات يركضون عليهم، انتخبوا دلاله فشل الحكومه، يعني ما الها غير تحليل ثاني، بس فشل حكومه فاشله. والله طبعا تحقيق الانتماء الابرياء هاي شنو ذنبها؟ الامهات، الاباء، الابناء شنو ذنبها؟ يعني امهات ما عندها ذنب، لو بس الحكومه تقعد على الكراسي وحكومه، ثق بالله ماكو حكومه، بس هذا الشعب مظلوم. فنسال الله ان ياخذ ثار الشعب من هالناس المظلومه، بالايتام، بالارامل، بالاباء اللي ربت وتعبت، هذا اللي يطلبه من الله سبحانه وتعالى.